مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تحاصر أزمة جديدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل فقدانها التعاطف الدولي وبدء الولايات المتحدة في تغيير مواقفها الداعمة لحكومة اليمين المتطرف. وتزامن ذلك مع الهجوم الحاد الذي شنته المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو، مؤكدة أنه السبب وراء ما يحدث في إسرائيل من خلافات وانقسامات، فضلا عن فقدان العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة، وطالبته بالتنحي عن منصبه باعتباره يمثل خطرا كبيرا على إسرائيل. أزمة جديدة تعيشها إسرائيل، فصدمة أحداث 7 أكتوبر ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع الإسرائيلي بكافة قطاعاته السياسية والاجتماعية، خاصة مع تزايد العزلة الدبلوماسية لها. ومع استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، فقدت إسرائيل التعاطف الدولي معها، وهو ما أكده التصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. الإدارة الأمريكية من جانبها بدأت في تغيير مواقفها الداعمة للحكومة الإسرائيلية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود خلاف على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستقبل الحرب الإسرائيلية في غزة وحتى مستقبل قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية، معلنا أنه يتبرأ من أي تصرف لعين لرئيس الحكومة الإسرائيلية. الموقف الأمريكي ظهر أيضاً في قرار الإدارة الأمريكية بتأجيل بيع أكثر من 20,000 بندقية M16 أمريكية الصنع إلى إسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي الداخل الإسرائيلي، شنت المعارضة الإسرائيلية هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة أنه سبب ما يحدث في إسرائيل من خلافات وانقسامات وفقدان العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة. المعارضة الإسرائيلية طالبت على لسان زعيمها يائير لابيد نتنياهو بالابتعاد عن منصب رئيس الوزراء باعتباره يمثل خطراً كبيراً على إسرائيل ومستقبلها، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أصبحوا لا يعرفون ماذا يريد نتنياهو من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتعهد بنيامين نتنياهو مواصلة الحرب في غزة حتى آخر جندي، وعلى نفس النغمة صار وزير خارجيته إلي كوهين الذي أكد أن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو بدونه. ومع اقتراب التصعيد في غزة من شهره الثالث، لم تسجل إسرائيل أي انتصار على الأرض مع تحقيق المقاومة الفلسطينية لانتصارات كبيرة على قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل وإصابة أكثر من 17 جندياً وضابط في كمين لقواتها بمدينة غزة، وهي الخسارة الأكبر في أكثر من شهر.